شو السيدي الماطيشة عندنا مجهودة، بطاطا مجهودة، الأثمنة نتاع الماطيشة كاينة من 24 حتى 18 الصندوق، البطاطا عندنا من 50 ريال حتى 60 ريال، داكشي على وجهها كتمشى على الوجه ديالها 60 حتى 50. الجودة عندنا سيدي التشين من 110 حتى 100 ريال حتى 90 ريال، الجودة العصير 70 80 حتى 90، داكشي على الجودة. عندنا سيدي الفلفلة 6 دراهم 5 دراهم، داكشي على وجهها من داك الدرهم نتاع الفرق ما بين الوجه. الخيار عندنا 60 ريال داير. السلعة موجودة عندنا، السوق شبعان، قانع، خضرة على حقو طريقو، الخضرة بالشايط، وكاينين الخضار هنا عندنا اللي داسين السلعة مشرية عندهم، كاين اللي زيد من 100 طن نتاع البطاطا عندهم محطوطة، كاين اللي زيد من واحد 100 طن نتاع بصلة عندهم محطوطة الراجل، واخا البصلة غالية واخا دايرة 150 160 بالجملة، الستوك موجود. الخضارية موجودة، الخضارية هي فينا عندنا سيدي ب 70 ريال 80 ريال، الخضارية عندنا موجودة. الخضرة عندنا ما قلبت كل شيء موجود الحمد لله، تفاع عندنا من 6 دراهم حتى 8 حتى 80 ريال، داك الشيء على وجهه. عندنا السلعة الزينة كاع على وجهها من 130 6 دراهم حتى 80 ريال. الأثمنة ديال الجملة ياك؟ هاد الأثمنة ديال الجملة كنعطيك الأثمنة ديال الجملة، أنا كندير حاري السوق الأسبوعي، كان بيت هنا وكنضل هنا، عارف السوق سمو كيدخل سمو كيخرج، السوق ما خاصنا حتى شي حاجة الحمد لله، وغادي السوق عادي، الناس بايعة شارية، ما كاينش شي صداع، ما عندناش شي مشاكل، الناس كلها راه قادي حاجة. قال لكم شي حاجة قال لكم قليلة تسمحوا عليها. شك شي حدا على هاد الأثمنة ولا على السلعة يقول لك ما كاينش ولا خاصة شي حاجة، احنا موجودين. الناس واجدة بكاميوناتها بالسلعة موجودة. اللي قال لك خاصة السلعة يجي لعندنا. اللي قال لك خاصة شي سلعة من السوق يهضر. اللي قال لك خاصة شي سلعة من أي حاجة. اللي خاصة هنا السوق يواجه هنا يجي عندنا السلعة تهضر. هذا هو اللي غادي نقول لكم. السلعة اللي ضرورية يقولون على الأثمنة يوميا معنا أصحاب الأسعار، كنعطيوهم الأثمنة وهما الله يجازيهم بخير يدوروا على الحوانيت يديروا واحد الدرهم فرق ما بين الجملة وما بين التسقاط باش الراجل ما يضرش راسو وما يضروش عاوتاني السقاط اللي كيسقط باش عاوتاني ما يضيعش باش عاوتاني يجي يدي السلعة والمواطن عاوتاني الشاري ما ينضرش. حتى أصحاب الأسعار اللي كيجيو يدوروا علينا كان حتى حنا كننتظروا منهم يدوروا لنا على الحوانيت ويدوروا لنا على هاد الكراجات الناس اللي كيديروا التجاره، هاد السقاطه ما يضروش السقاطه اللي بدا تكون عندهم واحد الدرهم حتى ل 30 ريال غتكون فرق نتاع ما بين السقاط والجمال والمواطن عاوتاني ما ينضرش بزاف. السلطه تعاوننا وكنطلبوا حتى حنا من هاد السلطه تعاوننا بالنظام وتوقف معنا وحنا معاكم يوميا، احنا معاكم خاصك شي حاجه من السوق يهضروا معنا اللي حضرت اللي غابت نحضروها حتى حنا. الخير موجود الحمد لله، السلعه موجوده خص غير اللي يجيب. والله ينصر سيدنا والله يكثر خير السلطه، السلطه كتنفعنا وكتعاوننا. كيمشي الراجل كيجي مسرجي ما كيلقاش معاهم مشاكل، اللي كيمشي سرجي كيطلب شي حاجه كيقول لهم اودي راني غادي نسرجي ما كيلقاش معاهم شي مشاكل. الحمد لله على السلطة ديالنا حتى هي راها نافعانا ومعاونانا، الله يكثر خيرها، الله يخلف عليهم. هاد الناس تيجيو عندنا باش يعرفوا شنو كاين في السوق، واش كاين هاد الخضر متوفرة ولا ما توفراش. الحمد لله لحد الآن باقي كل شيء موجود، بطاطا موجودة، مطيشة موجودة، علاش ما قلبي موجود، كل شيء متوفر. أثمنة مناسبة لحد الآن، دابا الأثمنة باقية مناسبة، مطيشة راه من 16% 24%، بالنسبة للبطاطا من 50 60 ريال، البصلة على حسب الجودة ديالها، مثلا من 8 درهم حتى 70 ريال، الخضارية، زائدة سيدي الحواميض وداك الديسير داك التفاح حتى هو باقي في الثمن ديالو، ما مزيوتش، والحمد لله عليها ساعة، كلشي باقي موجود، واليد العاملة اللي غالية في بلاصتها لحد الآن، اليد العاملة دابا بحال البارح حنا مبالين في أكادير مبالين الفياج ب 500 ألف فرانك باش نبالي الفياج، وقالعين بطاطا قال الخدام ديال البطاطا باش قال لنا بطاطا قالعين ب 40 ألف فرانك للواحد، 40 ألف فرانك للمرأة ولا 40 ألف فرانك للراجل، تقريبا 2000 فرانك الصندوق باش كيطيح ديالو القليع، دون الكرا ديالو، زائد الكرا ديالو،
وهذا الشيء اللي كاين خير موجود الحمد لله في الساعه. والله الله كثر خير هذه السلطه اللي راه واقفه معنا منظمانا كل شيء موجود.